احذرك يا عامر، لو ضربت محاضر اجتماعات لجنه مسابقات او زورت جوابات اقسم بالله ورحمه امي دخلك السجن. تاني بحذرك يا عامر يا حسين، لو ضربت جوابات بتاريخ قديم عشان احنا مصورين. واقول لك تاني، لو ضربت جوابات بتاريخ قديم باجتماعات لجنه مسابقات او قرارات عملت محضر اجتماعات لجنه مسابقات هدخلك السجن انت اللي واجبهم يوقعوا معاك، لانك لا بعت لحد ولا اجتمعت ولا خدت قرارات انت اللي في دماغك بتعمله، واللي بيحركك اتنين، الولد اسمه مجاهد ومجدي عبد الغني. انا بحذرك قدام مصر كلها، بقول لك تاني، وانت عندك اتنين في الاتحاد دخلوا السجن، والبلد دي بلد قانون ما فيهاش هزار، عايز تحصلهم تدخلوا سجن الحضره. بقول لك لو ضربت جواب وزورته انك بعت لجنه المسابقات اعضاء او عملت اجتماع وهمي محضر اجتماع وهمي، بقول لك اهو هيبقى بتاع تزوير في محاضر رسميه.